كن معاكم سعيد من قناة أبدأ واستمتع. النهاردة بنتكلم عن طريقة تغيير الاي بي بنقرة واحدة، وعشان نعمل كده هننزل برنامج اسمه فري اي بي سويتشر. من اسمه يعني هو بيعمل سويتش ما بين الاي بيهات اللي انت بتدخلها له، وتقدر بنقرة واحدة تغير الاي بي بتاع الجهاز. اهو بنكتب في البحث اي بي سويتشر، يطلع لنا اللينك، بنخش على اللينك ونعمل داونلود. اهو نختار اي لينك عندنا، نعمل داونلود. بعد داونلود اهو نزل الملف، تعمل انستليشن للملف وعادي بتكمل عادي جدا. نيكست نيكست اهو. بعد ما يفتح البرنامج، طبعا انا عشان اوفر عليكم الوقت دخلت اي بي هات عشان نجرب فيها مع بعضينا. تمام، اهو زي ما انت شايفين انا مدخل 5 اي بي، سيت 1 و2 و3 لحد 4 5. تمام، وكل اي بي مختلف عن التاني، وبتكة واحدة بس اكتيفيت بغير، بعمل سويتش ما بين الاي بي والتاني، وتقدر ان هو تضيف اي بي جديد. تمام، طيب لما نحب نضيف اي بي جديد، اهو انت لسه فاتح البرنامج عايز تضيف اي بي جديد. تمام، اول حاجة هنجربها مع بعضينا، لازم نخش على النتورك ادابتر، تختار نتورك ادابتر من القايمة. ده الاي الواي فاي بتاعي، يو اس بي وايرلس لان، ده بتاعي. تمام، طبعا هنا لما تيجي تقول اكتيفيت هيقول لك لا. ليه؟ لان انت مش عامل اي بي اوتوماتيك، لازم تختار يا اما اي بي اوتوماتيك يا اما تكتب انت الاي بي في ايدك. فلو اخترنا الاي بي اوتوماتيك اهو زي ما انت شايف، تمام، وتحت برضو نفس الكلام اي بي اوتوماتيك اهو اكتيفيت فينيشد، خلاص كده هو اتصل اوتوماتيك بالاي بي اللي الجهاز بياخده بشكل تلقائي من الراوتر. تعال نشوف اهو، دخلنا على البروبرتيز بتاع الواي فاي، ننزل تحت لحد ما نلاقي الاي بي. ادي الاي بي بتاعي 192.168.152، ده الاي بي الاوتو اللي هو الاوتوماتيك اللي بيجي لي من الراوتر. طيب اقدر انا اعمل سويتش ما بين كل الاي بي هات اللي انا كاتبها بايدي بقى، يعني اهو ده مثلا الاي بي انا كاتبه بايدي اللي هو اخره 21. نعمل اكتيفيت، ايوه اوكي خلاص، نقفل الصفحه دي ونفتحها تاني ونشوف الاي بي يا ترى اللي هيجي لنا المفروض يكون اخره 21. اهو تمام، اي بي اللي هو اخر 21 اللي انا كنت كاتبه بايدي هنا ومسجله. اقدر اعمل سويتش ما بين كل الاي بيهات اللي انا حاططها وكاتبها، سواء تلقائيه او الاي بي المانيوال اللي انا كاتبه بايدي. طيب نيجي دلوقتي نشوف ازاي اعمل مانيوال، ازاي ادخل اي بي مانيوال. هناخد البيانات اللي موجوده قدامك اهوت من البروبرتيز، خلاص الخصائص بتاعه النتورك، ونكتب اللي هو 192.168.100، وبعدين نختار اي رقم غير الواحد لان الواحد ده بيبقى رقم الراوتر، فنختار مثلا 30 وليكن رقم 30. تمام، السبنت ماسك ده اللي هو 255، ده هتلاقيه رقم ثابت على مستوى العالم، 255.255.255.0، ده هتلاقيه ثابت. الجيت واي هو زي الرقم اللي فوق بس اخره 192.168.101. طبعا انت لو مش عارف الرقم ده بتلاقيه في ظهر الراوتر، تقدر كمان تجيبه موجود في خلفية الراوتر تقدر تشوفه. طيب ال DNS سيرفر هتكتب برضو نفس الرقم بتاع الراوتر او اللي هو الجيت واي، وهنا الارترنت يعني الاحتياطي DNS الاحتياطي 8844. تمام كده هو كتبت اي بي مانوال، نعمل اكتيفيت ونجرب ونشوف هيلقط ولا لا. اهو خليكم فاكرين ان كنا كاتبين 30، اهو نخش نعمل تشيك، معذرة المفروض ندوس على بروبرتيز، اهو نرجع ندوس على البروبرتيز اللي هي الخصائص، نشوف خصائص النتورك اهي 30، متأكد اهو ده اللي احنا كنا كاتبينه بايدينا. غير الاي بي اوتوماتيك بنقرة واحدة من 21 ل 30. طيب ده كان الاي بيهات كلها اللي موجودة عندي على الراوتر، بعمل سويتش ما بينهم. طيب ازاي بقى انا ادخل اي بي مختلف لدولة تانية خالص؟ تلاحظ ان السيت 1 هنا هو انا مدخل اي بي لدولة تانية خالص وهو اي بي بريطاني. جبته ازاي ودخلته ازاي؟ عن طريق اي برنامج موجود عندك على الموبايل او اي برنامج تقدر تنزله على الديسكتوب، تقدر تاخد الاي بي اللي بيديهولك برنامج الفي بي ان وتسجله هنا. ده اي بي كنت واخده من على البرنامج في بي ان، تحطه هنا اهوت وتسجله. تمام، وهو هو السبنت ماسك، وفي الديفولت جيت واي هتخلي بس اخر واحد، هتشيل الرقم اللي هو 112 ده وتحط واحد.
وتحت برضو في الدي ان اس نفس الكلام، هتحط واحد في الاخر وتمانية تمانية اربعة اربعة اهو، ونعمل اكتيفيت ونجرب هيخش بالاي بي بتاع بريطانيا ولا لا. نفس الشيء اهو، نقفل دي ونخش نتأكد ونشوف هل هو بقى اهو زي ما انتم شايفين اللي هو الاي بي 8802805112، ده الاي بي البريطاني اللي انا حطيته. اقدر كمان اعمل له سويتش ما بينه وما بين الاي بيهات اللي انا بقدر اخش بيها على الراوتر بتاعي. ارجو ان انتم تكونوا استفدتم بشرح النهارده، وما تبخلوش علينا بلايك وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله.